واحد بيقول أؤمن أن الله موجود بداخلي، لكن ما هو الفرق بين هذا الوجود وبحلوله داخلي بعد التناول؟ وإذا كان التناول لكي يثبت فيا، فما هو الفرق بين ثباته وعدم ثباته فيا؟ ربنا موجود في كل مكان، حتى الأماكن اللي فيها الخطاة موجود فيها ربنا برضه، بس ربنا موجود في مكان ممجد وموجود في مكان آخر يعصاه الناس فيه. ربنا موجود في الكنيسة دي اللي انتوا فيها، لكن في ناس بيتمتعوا بوجوده وفي ناس جاي سرحانين ومش واخدين بالهم من وجود ربنا. فوجود ربنا شيء والإحساس بوجود ربنا شيء آخر والاستفادة من وجود ربنا شيء آخر. ايه الفرق بينه وبين التناول؟ التناول انت بتاخد فيه نعمة معينة، متعددة المزايا. بنقول في التناول يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منها، مش زي وجود ربنا في اي حتة. انت بتاخد هنا مزايا معينة، وايضا بنأخذ طهارة لانفسنا واجسادنا وارواحنا كما نقول في القداس. وايضا في التناول بيقول من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وانا فيه. هو بيسأل على دي، يعني اذا كان التناول كي يثبت فيه فما هو الفرق بين ثباته وعدم ثباته؟ تثبت فيه يعني تثبت في محبته. وهو قال في انجيل يوحنا الاصحاح 15 اثبتوا في محبتي. تثبت في محبة ربنا، لكن أنت لا تثبت في لاهوته، وإلا تصبح إنسان متأله. تثبت في محبته، ده الفرق. لأنك أنت لما بتتناول بتخرج بروح أخرى ومشاعر أخرى بتخليك تثبت في محبة ربنا. ومع هذا ايضا احب انبه للتناول باستحقاق والتناول بغير استحقاق. التناول بغير استحقاق ذكره بولس الرسول في كورنثوس الاولى اصحاح 11، قال الذي يتناول بدون استحقاق يتناول دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. ففي واحد بيتناول وبياخد دينونة، وواحد بيتناول وبياخد نعمة، وواحد بيتناول ويغلط. يعني شوفوا أول مناولة في العالم كله بتاعت يوم الخميس الكبير، تناول التلاميذ من المسيح من يده، فكانت النتيجة انه واحد منهم فقط ثبت معه حتى الصليب وهو يوحنا الحبيب، وواحد انكره ثلاث مرات وهو بطرس، وبقية التلاميذ
هربوا وخافوا واسمه كلهم اتناولوا على حسب استجابة الانسان لنعمة ربنا فيه، يكون مقدار ثباته في محبة ربنا وفي الحياة مع ربنا. لكن مش كل المناولة مناولة. صحيح السر هو نفس السر، ولكن استجابة كل واحد غير استجابة الآخر. زي المثل بتاع خرج الزارع ليزرع، نفس الزارع ونفس البذور، لكن في أرض خنقها الشوك، وفي أرض خطفها الطير، وفي أرض نبتت قليلا ثم احترقت، وفي أرض جابت نتيجة. وحتى اللي جابت نتيجة جابت على مستويات 30 و60 و100. هكذا التناول أيضا.